بس انا ما سبتهاش الا لما طلقتها منه وغورته من هنا. في المدعو سعيد خرج. صباح الخير يا استاذ سعيد. اهلا. انا سليم جسامي. انا المعلم سعيد كبير المنطقه. لا ما انا عارف طبعا، يا سامي قالت لي. وما قالتلكش بقى ان كان في بيننا كلام وعود؟ كلام وعود ايه اللي تبقى بيني وبينك يا بلطجي يا رد السجون؟ ما بقاش اللي انت كمان اللي يبقى في بيننا كلام. طب نفسك لحد ايدك لو اتمدت تاني على مراتي مش هيحصل كويس. حلو ماشي، هعديها عشان خاطر البيت اللي احنا واقفين فيه ده والست الكبيرة اللي قاعدة دي، بس بعد كده خد حذرك. انا اذنك بروك يا مدام. والنبي شهم وجدع، ما شفتنيش بقى وانا بقول عليك احلى كلام قدام المعلم سعيد. حتى اسال الواد كارني. لا من غير ما اسال كارني ما هو باين. اه صحيح يما، انا نسيت اقول لك، انا سليم ردني. انا فاكر كان في واحده من بناته كانت صاحبتك. هي مش سافرت يا جمالات؟ ما اعرفش سافرت ولا ما سافرتش. انت هتعرفي تجيبي لي الرقم ولا هتصرف انا وخلاص؟ انت افتكرته ازاي ده يا ست؟ افتكرته، مش وقت اسئله دلوقتي يا جمالات. طب تحب اكلمه لك؟ يا ست مش عايزك تكلميه، هاتي لي الرقم وانا هتصرف. هتشوفوا لكم مطرح غير هنا، ما هو قد ضرفه الباب ما يشوف لكم مطرح. بعدين بصراحه انا مش هترزه من سعيد في الطلعه والنازله لاجلكم. هنروح فين بس يا كنا؟ ما انا عماله اقول لك الجدع يتيم ومالوش حد، حرام. ما يخصنيش يا كبده اخوك. نطي صوتك يالا، ما تبقاش واطي وحلوف كمان. ما تاخذنيش يا ساميه يا بنتي، هو اخوك حلوف صحيح، انما الكلام اللي بيقوله دلوقتي ده صح. انت دلوقتي يا اختي على ذمه راجل وواجب عليه يجيب لك مطرح، ان شاء الله اوضه وصاله بمنافعهم. مش كفايه يا اختي انه لا دفع مهر ولا جاب شبكه؟ منين ياما منين؟ هو جدع لو كان حيلته حاجه كان هيتاخر، ما كله على ايدي. انت بس صف النيه وادعي لنا عشان ربنا يسهل الدنيا ونمشي من هنا. حليني بقى، حليني على ما ده يحصل. ما انا عارف انواع الرجاله دي كويس، هيفضل يستنطع على مراته لحد ما يخلص اللي حيلتها وفجاه يتبخر. يستنطع على مين؟ مراته اللي هي انا؟ اه. وانا حلت ايه يستنطع عليه؟ جاتك 60 نيله. لعلمكم بقى انتوا الاثنين، انا كنت كاتمه في قلبي بس مضطره احكي لكم السر اللي انا مخبياه. ارجوكي. سليم جوزي عنده ورث كبير قوي 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 قوي، هو بس يخلص مشاكله مع قرايبه وشوفوا هينغنخكوا ازاي. قرايبه مين يا بت؟ هو مش كان سعد اليتيم من شويه؟ ما هو لازم يبقى يتيم عشان يورث. انت ايه يالا، ابو جهل ولا شعرك تقيل على مخك ولا ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ هو ايه الغريب في اللي انا بقوله ياما؟ بجد يا بت جوزك هيورث فلوس كتير قوي يعني ولا اي كلام؟ اه ياما فلوس كتير قوي، انت بس صف النيه وادعي لنا. ادعي لنا، ادعي لنا قوي ياما. يلا السلام عليكم. ادعي لنا. بقول لك نازل الصيدليه. اه يا سامي عايزه حاجه؟ لا بس ما تعوقش عشان احضر لك الغدا بايديا النهارده. حاضر يا سامي. اه صحيح، كلمة مراتي كانت طالعة من بقك زي العسل، ولا المسلسلات التركي يعني، يبقى كتر منها والنبي الفترة الجاية. وانت مالك في حاجة؟ لا مفيش يا اخويا يعني. طب سيبيني انزل بقى عشان ما تأخرش على الراجل، أنا ما رحتلوش امبارح. ما تنزل يا اخويا وأنا ماسكاك. أو ماسكاني يا سامي. السلام عليكم. السلام. فصيل بس مز مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا ابني خلاص استغنيت عن خدماتك، مش عايز حد يساعدني تاني. مش عايز حد يساعدك ولا خايف منه؟ انت بتلوك كتير ليه يا عم؟ ما الراجل قال لك خلاص مستغنيين عن خدماتك. اتكل على الله يا عم، شوف حالك ولا ايه؟ رامي بلع الصبح.
خلاص يا سليم الموضوع انتهى، اتكل على الله يا ابني. لو احتجت اي ادويه احنا موجودين، عشان المرحله القادمه انت هتحتاج فيها علاج كتير. اجيب لك سحلب